الاهلي قدر ان يكون سوبر النهارده، اللقب الثالث في كره اليد السوبر، ويترتب عليه ان احنا نروح ان شاء الله الى بطوله العالم لكره اليد، واللي هتتعمل تاني مره ان شاء الله في المملكه العربيه السعوديه ان شاء الله. كلمه كده بين قوسين، انا الاهلي. النهارده هتفضل اجيال تفتكرها زي ما افتكرنا لسه لغايه وقتنا هذا مفتكرين 2007. مباراه النهارده مباراه كانت مهمه للاجيال اللي جايه. طبعا بحب اطمنكم على علي زين، يعني هو حتى الان التشخيص المبدئي هي مشكله في السمانه، واكيد طبعا مراسلنا في ارض الملعب محمد توفيق ونورهان طمان اكيد لو قدروا يوصلوا لعلي زين، ولكن اللي هيحدد حجم الاصابه وفتره الغياب اهم من كل شيء، واهم من اللقب، واهم من كل شيء هي سلامه اللاعبين. الف مليون سلامه على نجم مصر علي زين. الحقيقه النهارده كان ليه دور كبير جدا في المكسب حتى كان قبل الاصابه، واللعيبه الحقيقه أدت بأداء رجولي بعد خروجه من الملعب. ألف مليون سلامة عليك يا علي. زي ما حضراتكم شايفين على المركز الثاني شبيبة كنشاسا الكونغولي، المركز الثاني نادي الزمالك، والمركز الأول السوبر النادي الأهلي. من حقكم تفرحوا، من حقكم يعني تنبسطوا. الحقيقة الرجالة النهاردة، الفرقة رجالة، مباراة 60 دقيقة من أول دقيقة لآخر دقيقة رجالة، كل اللي في الملعب رجالة. روح أنا من فترات طويلة ما شفتش الروح كده. واضح ان الاعداد النفسي للمباراه كان جيد جدا، الاعداد النفسي للمباراه كان جيد جدا. زي ما حضراتكم شايفين دي منصه التتويج وكاس السوبر في نصف الملعب، وطبعا اكيد كبار طبعا الحضور سواء الدكتور حسن مصطفى او منصور اريمو او طبعا مجلس اداره النادي الاهلي بالكامل هيكون اكيد في طليعه طبعا مقدمي الكاس لفريق النادي الاهلي. خليني اقول لحضراتكم ان الفريق هياخد راحه يوم واحد ويخش بعد كده منافسات كأس الكؤوس الأفريقية بمشاركة النادي الأهلي ونادي الزمالك ونادي سبورتنج الرياضي في هذه البطولة. طبعا مفيش وقت للراحة، مفيش وقت للفرح، هنفرح النهاردة بحد أقصى لغاية الساعة 12 بالليل، وبعد كده الفريق ده هيخش ويعيد تركيزه تاني ويرفع معدلات الروح والتركيز استعدادا لبطولة أغلى هتحجز لك مقعد تاني في السوبر القادم في العام القادم إن شاء الله. بطولتين هما الأغلى. علي زين موجود الحمد لله، الحمد لله اطمنا عليه. علي زين رابط السمانة زي ما قلنا لحضراتكم، واضح ان هو ممكن يكون شد، ممكن يكون مزق، ان شاء الله باذن الله باذنك يا رب تكون حاجه بسيطه يا علي، اهم من اي لقب سلامتك وسلامه كل اللاعبين. النهارده نجوم الفريق انا يعني من وجهه نظري قبل ما ارجع لضيوفي واكيد هنختلف في دي ونتفق، ولكن يعني النهارده طه من احد النجوم او نجم اللقاء. عندنا النهارده رمضان محسن النهارده نجم من نجوم اللقاء بالهدفين اللي حطهم في الاخر بعدما فك اللوغاريتمات. ثلاث اهداف، انا اسف يا كابتن ابراهيم، كابتن ابراهيم بيصحح لي، كابتن ابراهيم سيد طبعا بيصحح لي في الاستوديو. ثلاث اهداف في وقت قاتل، خلص كمان في الاخر احمد عادل بهدف قاتل في الاخر. كل التوفيق طبعا لهذا الفريق، هذا الفريق تعب، وكنا بنقول دايما في برنامج الابطال واستوديو الابطال اصبروا على الفريق ده، الفريق ده عمره صغير، سن صغير، هيكتسب الخبرات. في الوقت المناسب جاء التعاقد مع ديفيد ديفيس اللي الحقيقه استفاد بكل مجموعه الشباب. النهارده شفنا دفاع ورجوله وتغيير في يعني طبعا حميد قاعد على شمال الشاشه، حميد النهارده موجود بيأزر فرقته بالرغم من عمليه الرباط الصليبي. طبعا كل اللعيبه وفرحه على وجوه اللاعبين اكيد يعني وهاني فوكس كمان، انا اسف وهاني فوكس احد المصابين كمان موجود، انا اسف لانه لابس تيشر اسود انا ما خدتش بالي، فوكس ولاشين موجود ولاشين. ولاشين. طبعا ولاشين كمان موجود، انا اسف ده يعني ولاشين من المصابين الاربعه من دي ميداليات المركز الثالث والميداليه البرونزيه بيقدمها طبعا كابتن غزاوي رئيس اللجنه العليا المنظمه للبطوله، والتي حتى الان ناجحه بكل المقاييس. زي ما حضراتكم شايفين الصاله بتتزين لاستقبال الضيوف. النهارده جمهور نادي الاهلي دخل، جمهور نادي الزمالك دخل في سلاسه ويسر، شجع فرقته وخرج. النهارده صاله النادي الاهلي تتسع للجميع، صاله النادي الاهلي النهارده اتسعت لجمهور النادي الاهلي وايضا لجمهور نادي الزمالك اللي شجع فرقته وخرج بكل امان وبكل سلام من صاله النادي الاهلي. النادي الاهلي طبعا ده مستر منصور اريمو رئيس الاتحاد الافريقي لكره اليد، وطبعا زي ما قلت لحضراتكم المركز الثالث والصوره التذكاريه شبيبه كنشاسا الكونغولي اللي فاز بالمركز الثالث لاول مره الحقيقه في تاريخه، ودي حاجه اكيد تسعدنا ان القاره السمراء بدات الان تصعد على منصات التتويج في يعني بطولات كره اليد، ودي اكيد حاجه بتنشر اللعبه داخل القاره السمراء. طبعا اسلام حسن نجم فوق العاده، هشام سيسا، كاستيلو، انا مش عايز انسى حد، رمضان، حتى اللي ما شاركش كان النهارده بروحه عاليه جدا على البنش. شوفنا النهارده مستر ديفيد ديفيس تحسه انه بقى اهلاوي درجه ثالثه، النهارده بكل كوره بينفعل على الخط، ولكن ده كله ما خلاهوش يفقد تركيزه ويكون مركز في الملعب. النهارده بعد ما طبعا مظاهر الاحتفال والتتويج تخلص هنتكلم فنيا مع ضيوفي، هتشوفوا قد ايه النهارده كانت ملحمه.
النهارده كانت ملحمه بمعنى الكلمه. نادي الزمالك جاي جاهز، نادي الزمالك يا جاي يعني مركز في البطوله، فان انت تقدر بفضل الله تعدي بالمباراه ببر الامان اكيد ده كان بعد مجهود فني كبير جدا وتركيز كبير. طيب المركز الثاني طبعا بيسلمها ومديريات المركز الثاني دكتور مدحت البلتاجي نائب رئيس الاتحاد الافريقي، ومعاه كمان الكابتن الغزاوي رئيس اللجنه العليا المنظمه. اكيد طبعا ميداليات المركز الثاني الفضيه نادي الزمالك اللي بنقول له هارد لك الحقيقه النهارده، ده طبعا اكيد يعني يسعدنا ان يبقى في فرقتين من مصر هم على منصه التتويج، اكيد دي حاجه تسعدنا واكيد حاجه يعني تفرحنا، واللي يفرحنا كمان اكتر نادي الاهلي يبقى في المركز الاول ده اكيد يسعدنا. هارد لك نادي الزمالك. النادي الاهلي النهارده عمل مباراه كبيره ب طبعا، والحقيقه النهارده عايزين كمان نشيد بالتحكيم، ما شفناش يعني النهارده اخطاء زي اللي كنا بنشوفها قبل كده في المباريات السابقه من طواقم التحكيم، ولكن النهارده التحكيم الجزائري له باع كبير يعني باع وزراع دايما التحكيم الجزائري في المناسبات الكبرى في كره اليدم. طبعا بنقول مبروك النهارده النادي الاهلي، ميداليات المركز الثاني بتتسلم لنادي الزمالك. طبعا نادي الزمالك النهارده كان بقياده اسبانيه، يعني الحقيقه كان برضو ادى مباراه فنيه، يمكن استطاع نادي الزمالك في الشوط التاني انه يقلل الفارق، ولكن الرجوله والدفاع ومخزون الاهداف اللي انت عملته في الشوط الاول وبدايه التاني سمحت لك، وده دايما كنا بنقول افرق اي فرق الاهداف اللي هتعملها هتسمح لك باستيعاب اي صدمه فنيه تحصل في نص المباراه، وده اللي حصل. انخفض الفارق لفرق هدف واحد، ولكن صعب جدا تعوض 7-8 اهداف وتفوز، كان النادي الاهلي عمل التفوق ده 7 اهداف في الشوط الثاني، فطبعا ده اللي ريح النادي الاهلي وجهازه الفني بعد ما طلب تايم اوت بعد ما انخفض ال 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 الفارق لهدفين، وبعد كده الحمد لله طلع لهدف واحد، وبعد كده طلع لاثنين وثلاثه. كاس السوبر يتزين ويستعد. وعايز بس الساده المشاهدين ياخدوا بالهم، كاس السوبر عليه رقم 50، وهذا الشعار هو مرور 50 عاما على تاسيس الاتحاد الافريقي لكره اليد 1973، هذا هو تاريخ تاسيس الاتحاد الافريقي لكره اليد. النهارده 50 سنه ياتي استضافه النادي الاهلي في هذا العيد الكبير العرس الكبير للاتحاد الافريقي بعد مرور 50 سنه على تاسيسه، وده السبب اللي رقم 50 النهارده بيتكتب على كاس السوبر. ده اللقب الثالث للنادي الاهلي في تاريخه، اللقب الثالث طبعا قدامنا اهو لقب او رقم 50، وطبعا ده ليها معنى. طبعا كابتن غزاوي رئيس اللجنه العليا المنظمه، مستر منصور اريمو رئيس الاتحاد الافريقي لكره اليد، والحقيقه اللي دايما يعني متواجد في مصر بشكل دوري ودايما في كل المحافل العالميه والافريقيه ومساند كبير. طبعا انا عايز اقول لكم ان كان في الحضور النهارده بالاضافه لمجلس اداره النادي الاهلي وعلى راسهم طبعا نائب الرئيس الكابتن عمرو فاروق، كان هناك طبعا كابتن حسن حمدي رئيس نادي الاهلي السابق كان موجود في الصفوف الاولى في المقصوره، كابتن حسن مصطفى او الدكتور حسن مصطفى طبعا رمز الرياضه المصريه كان موجود في الملعب، ورئيس الاتحاد الدولي لكره اليد كان موجود في طليعه الحاضرين في المقصوره طبعا، ولفيف من اعضاء مجلس الاداره، شفنا كابتن مرتجي، شفنا دكتور مهند نجدي رئيس بعثه النادي الاهلي، ويمكن هو يمكن اسعد واحد دلوقتي يحضر سوبر وهو رئيس بعثه في ابو ظبي لكره القدم، والنهارده بيحضر السوبر الثاني يوم الاحد لكره اليد. ميداليات المركز الاول، ميداليات المركز الاول تتزين لتعانق لاعبي النادي الاهلي، يعني الميداليات الذهبيه، وقدر النادي الاهلي انه يكون دائما نادي من ذهب. خلاص يعني لحظات وسيتسلم اللاعبين الميداليات الذهبيه، وعلي زينه اهو يعني الحمد لله قادر يقف على رجله، وان شاء الله باذن الله علي مش هتطول في الاصابه دي، ايا كان انت موجود وسطنا حتى لو لمستش الكره في ارض الملعب كفايه ان علي زين معانا اول يعني من تسلم الميداليه علي زين. دكتور محمد الامين طبعا زي ما حضراتكم شايفين الكابتن غزاوي رئيس اللجنه العليا للمنظمه بيسلم الميداليات، محسن رمضان ومستر منصور اريمو، عندنا الدكتور محمد الامين طبعا رئيس اللجنه المؤقته لاداره اتحاد كره اليد طبعا اللي بيسلم الميداليات ايضا. طبعا من حقكم تفرح النهارده يا طه، انت نجم يا طه، انت نجم النهارده، ربنا يحميك راجل يا طه، والله العظيم عوضت غيب حميد، والحقيقه النهارده اكيد اللي وصل له طه ده من دعم حميد من غير ما اعرف، اكيد حميد النهارده قاعد وبيدعي لطه ان ربنا يوفقه. النهارده الروح والتوفيق من عند الله سبحانه وتعالى، ده مش هيجي الا بروح الفريق كله. النهارده زي ما حضراتكم شايفين فرحه كبيره جدا
لجماهير النادي الاهلي. انا عايز اقول لكم ان جالي العشرات من الرسائل من خلال السوشيال ميديا، الكل بعت لي يعني الصوره وهو قاعد بيتفرج على المباراه على شاشه قناه النادي الاهلي، اللي طبعا يعني بيتابعوا فريقهم كره اليد. النهارده الفريق بنى الثقه مره اخرى، الفريق ده لما حصلت له هزه كبيره الفتره اللي فاتت، مجلس اداره برئاسه الكابتن محمود الخطيب دعم هذا الفريق. تعال نتكلم من سنتين ثلاثه ازاي دعم هذا الفريق، وازاي مجلس الاداره اختار الطريق الصعب ببناء فريق شاب صغير يتسيد اللعب 10 سنوات. لم يلجا الى طبعا حميد فوكس زي ما حضراتكم شايفين، مهاب سعيد، كاستيلو، سيسا، كل رمضان محسن، انا مش عايز انسى حد، لعيبه كلهم نجوم، لاشين لعيبه كلهم نجوم موجودين النهارده. انا عايز اقول ان مجلس الاداره اختار الطريق الصعب واداره النشاط الرياضي انه يعمل فريق شاب، فريق صغير، عشان هو اللي يبتدي. واحنا النهارده بنجني ثمار هذه الرؤيه. يمكن كان الفريق وهو صغير نعم بناخد بطولات، السنه اللي فاتت ما توفقناش في البطولات المحليه، ولكن فزنا ببطوله ابطال الكؤوس الافريقيه، رحنا بيها السوبر، خدنا السوبر، رحنا بطوله العالم خدنا مركز رابع. يعني وانت بتبني فريق كنت بتاخد بطولات، مش كل البطولات زي دلوقتي، ولكن كنت بتاخد بطوله او اثنين في السنه. السنه اللي قبليها خدنا كاس مصر لو حضراتكم تفتكروا، بعد ايام من خساره الدوري. يعني الفريق الشاب اللي حضراتكم شايفينه متوسط اعمار صغيره، ده كان نتاج تخطيط ونتاج سياسه حطها مجلس الاداره انه ياخد الطريق الصعب، ولكن الطريق الانجح كان سهل جدا تتعاقد مع لاعبين ذوي اسامي كبيره بمبالغ كبيره، ولكن مش ده الحل. غيرنا عمل كده، يمكن هتحصد بطوله اثنين، ولكن على اللونج ران انت فرقتك بتبني فرقه متكامله الاركان. النهارده احنا عندنا حتى لعيبه شباب مطلوبين بره فرنسا ومطلوبين في المانيا، عندنا لعيبه الحقيقه من المستوى. النهارده المصري نجم النجوم في الدفاع، انا مش عايز انسى حد، اللعيبه كل اللي شارك، كل اللي شارك. خلينا نروح للحظه التاريخيه، اللحظه التاريخيه، يتسلم كاس السوبر كابتن الفريق والماسترو اسلام حسن، بيتسلمه من منصور اريمو والكابتن غزاوي والكابتن الامين. ارفع الكاس يا اسلام، اتبسط يا اسلام، افرح يا اسلام، افرح يا جمهور النادي الاهلي السوبر الافريقي لكره اليد الثالث في تاريخ النادي الاهلي واللقب. ودي النسخه الثلاثين، النسخه الثلاثين لكاس السوبر الافريقي، لم تلعب في التاريخ خمس مرات، اذا دي النسخه ال25 لعبا، ولكن النسخه ال30 على الورق، الصوره التذكاريه قبل ما الفريق يرفع الكاس. طبعا كاس غاليه جاء بعد استعداد. يمكن انا عايز اقول لكم حاجه قبل ما نفرح الفرحه الكبيره واحنا بنرفع الكاس، الفريق ده من ست شهور تم توقيع عقود استضافه كاس الكؤوس الافريقيه والسوبر الافريقي قبل ما الفرقه تاخد الكاس والدوري. يعني مجلس الاداره والنشاط الرياضي كانوا على ثقه في هذا الفريق حتى قبل ما يحصد البطولات. الفريق ده لما تعاقد، او النادي لما تعاقد ومضى العقود مع منصور اريمو، يعني كان واثق ان الفريق هياخد السوبر. بنشكر مجلس الاداره. ايوه اللحظه الجميله اللي احنا مستنيينها، رفع كاس السوبر. مليون مبروك، مليون مبروك جمهور النادي الاهلي. اللاعب رقم واحد في النادي الاهلي هو الجمهور الداعم والسند على مدار التاريخ. يمكن جمهور النادي الاهلي هو دايما السند الحقيقي لفرقه المختلفه في كل مكان. العب في الدمام، العب في الكويت بطوله عربيه السله، العب في الدمام كاس العالم لكره اليد، العب في اي مكان هتلاقي جمهور النادي الاهلي، العب امبارح في ابو ظبي هتلاقي جمهور مالي الملعب، العب في اي مكان، العب وانت مطمن ان جمهورك معاك. هو ده النادي الاهلي، النادي الاهلي تاريخ، هرم رابع في مصر الحقيقه، في كل مكان محبينه وعشاقه، في كل مكان النادي الاهلي. النهارده الفرحه الكبيره، النهارده علي زين بينسى اصابته وبيرقص مع فرقته، فرحته الكبيره النهارده علي زين وبيرتدي قميص النادي الاهلي. وانا متاكد ان دي يمكن اكثر بطوله يمكن تسعد علي زين بعد فتره، البطوله اللي بياخدها بقميص النادي الاهلي. افرح يا احمد عادل، افرح، افرح يا محسن، افرح يا حميد، حميد افرح يا حميد. النهارده الكاس ده اللعيبه بتديها لك وبتقول لك ان انت تستحق هذا الكاس، انت كان ليك دور كبير يا حميد. افرح وربنا يقومك بالسلامه ان شاء الله وترجع بكل سلامه. النهارده احنا اكيد الماتش كان النهارده حصري على قناه النادي الاهلي. بنشكر اكيد مجلس اداره النادي الاهلي انه ادانا الفرصه ان احنا نذيع هذه المباراه وان احنا نبقى موجودين مع ابطالنا. بنشكر اكيد كل مسؤولين قناه النادي الاهلي، بنشكر مهندس سيف الوزيري، بنشكر اكيد العميد مرجان، بنشكر الكابتن اسلام الشاطر، بنشكر اكيد استاذ ايهاب الخطيب، بنشكر كل المسؤولين على القناه اللي ادونا الفرصه الحقيقه كجمهور ولسنا كعاملين، يعني كجمهور ولسنا كعاملين في القناه، ان احنا نعيش اللحظات دي، ونعيش اللحظات دي حصري على قناه النادي الاهلي. بنشكر كل من ساعد ان احنا الحقيقه نبقى موجودين ده، بنشكر كل طاقم قناه النادي الاهلي الموجود في الملعب، وبنشكر
طاقم قناه النادي الاهلي اللي خارج او افق ورا الكاميرات، وان شاء الله باذن الله بنبشر حضراتكم ان احنا هنكون في ابطال الكؤوس مع ابطالنا كمان مباراه مباراه، وهنذاع على شاشه قناه النادي الاهلي. اكيد بنشكر اتحاد كره اليد الدكتور الامين اللي برضو ادانا الفرصه وادانا يعني الحق ان احنا نذيع هذه المباراه، وزي ما وعدناكم احنا هنكون مع ابطالنا، زي ما وعدناكم من اول يوم انطلق استوديو الابطال وانطلقت منطلق برنامج الابطال، احنا هنكون مع ابطالنا في كل حته، هنعيش معاهم لحظات الاخفاق قبل لحظات النجاح، عشان نوصل للحظه اللي حضراتكم شايفينها دي. لا احنا زعلنا كتير، زعلنا وتألمنا وتعلمنا من ألمنا مع الفريق ده. مهاب سعيد النهارده بيرفع الكأس، لاعب يرفع الكأس، محسن رمضان، ياسر سيف النهارده، كل اللاعبين الحقيقه موجودين وفرحانين. كابتن الاستاذ الضماطي طبعا عضو مجلس اداره يعني موجود في ارض الملعب بيهني اللاعبين، زي ما قلت لحضراتكم مجلس اداره بروح الفانيلا الحمراء، اكيد طبعا سعيدين بده ومبسوطين بده وفرحانين بده. انا عايز اقول لحضراتكم زي ما قلت قبل كده ان الفريق ده كابتن خالد العوضي النهارده يعني فرحته يعني بيقول له بس بقى سيبك مستر ديفيد يرفع الكاس شويه، بيقول له ابعد بقى وبتاع. طبعا كابتن خالد العوضي طبعا الاخ الكبير لهذا الفريق، وطبعا يعني من الناس الحقيقه اللي بنشكره كابتن خالد العوضي انه كان من احد مرشحين هذا المدير الفني القدير مستر ديفيد اللي كان اختياره بعنايه. ليه بعنايه؟ لان انت ما كانش عندك وقت تجيب مدير فني جديد يكتشف لعيبتك ويكتشف لعيبه الفرقه الاخرى بالاخطاء، ولكن جه مدير فني معالي الوزير طبعا العمري فاروق المساند للفرق العاب الصالات والالعاب الاخرى بلا حدود بلا حدود. النهارده محمد ابراهيم النهارده نجم النجوم والكابتن التاريخي في تاريخ النادي الاهلي النهارده بيشيل كاس السوبر، ومحمد ابراهيم اللي قاد الفريق في بطوله العالم في السعوديه في طبعا غياب مدير فني. وعايز اقول لحضراتكم انه كل اللحظات دي لن تنسى، اللحظات دي هتفضل تفتكرها الاجيال القادمه. النادي الاهلي بطل السوبر، وطبعا بعد فوزه على نادي الزمالك المنافس التقليدي سواء محليا او افريقيا، اللحظات دي لن تنسى ولن تمحى من ذاكره محبي النادي الاهلي، ودايما دايما هنفضل نقول ايه اليوم الحلو ده. تعبت بس سعيد يعني، واحنا في استوديو يعني فرحان بجد في المكسب كده. هو الحقيقه احنا كلنا سعداء جدا الحقيقه، و يعني الواحد لو هيهني طبعا الجهاز كله الحقيقه. النتاج اللي حصل قدامنا ده اعتقد هو مش نتاج فرد واحد، ده تظافر